الوصول إلى هذه المساعي وهذه الجهود وهذه المخرجات سيد بسام، هل على الأقل بالإمكان القول بأن الجولة الأولى من جولات الرد الفلسطيني المتلاحقة هي جولة رابحة؟ يعني هذا يعتمد طبعا الموقف الأول، أن هناك إجماع فلسطيني على رفض هذا المشروع التصفوي، هذا مهم جدا، لأنه في مرات عديدة كان هناك تباينات في المواقف الفلسطينية، الآن هناك إجماع كامل، وهذا الإجماع عمليا حصل من فترة مبكرة، يعني حتى قبل أن تعلن هذه الخطة كان هناك رفض للتعاطي معها من البداية، وامتد هذا الموضوع إلى كافة القوى والفصائل الفلسطينية وعلى المستوى الشعبي، وبالتالي أجهد إيجاد أي قاعدة اجتماعية أو سياسية للتعاطي مع هذا المشروع، هذا أمر مهم. الآن كيف يستكمل هذا هو الأمر الأهم، بمعنى كيف يستكمل بعناصر القوة الضرورية فلسطينيا، واحد منها استعادة الوحدة الفلسطينية، لأن هذا شرط مهم في النجاح في مواجهة هذا المخطط التصفوي. الأمر الثاني في كيفية التعامل مع أن هناك اتفاقات عمليا انتهت لم تعد قائمة، وما كان متاحا وخاضعا للاجتهاد قبل إعلان هذا المشروع لم يعد كذلك بعد إعلانه، وبالتالي هناك حاجة من وجهة نظرنا لوضوح كامل في إنهاء الالتزامات والاتفاقات التي وقعتها السلطة مع إسرائيل وإعادة صياغة المشهد الفلسطيني على هذه القاعدة، هذا أمر مهم. وثالثا هناك حاجة كبيرة لتعزيز دور ومكانة منظمة التحرير واستنهاض طاقات الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده. الآن رد الفعل الفلسطيني على المستوى الأماكن تواجد الفلسطينيين مهم جدا، هناك تحركات من كل أبناء شعبنا في كل مكان، ويجب تطوير هذه الحالة. صحيح. وبالتالي لدينا عناصر قوة في تقديري، كلما أمسكنا بها بشكل جيد كلما نجحنا في التقدم في مواجهة هذا المشروع. لكن على المسارات الدبلوماسية قلت بأن هذه المساعي والجهود الفلسطينية ستنتهي في مجلس الأمن، ما مدى إمكانية البناء والتعويل وتوظيف المواقف العربية والإقليمية حتى اللحظة للوصول إلى مشروع القرار المأمول، أم أن الخوف والقلق يبدو كبيرا من رفض أمريكي وفيتو أمريكي يتم وضعه؟ لا، هو الفيتو متوقع تماما، يعني أنا قلت أن هذا الجهود ستتوج في مشروع قرار في مجلس الأمن، نحن نطمح أن نكون لدينا 14 صوت في مجلس الأمن لصالح هذا المشروع القرار، وهذا مهم. وبعد ذلك طبعا لدينا الجمعية العامة، لدينا مساحات أخرى، لدينا جهود يمكن أن يبذل في الجنائية الدولية، في المحكمة العدل، يعني هناك مسارات متنوعة في هذا الاتجاه. ولكن إذا كان السؤال هل أن البدايات في هذا الجهد الدبلوماسي كانت ناجحة، نعم الموقف العربي، لأنه دعني أذكر هنا أن ردود الفعل لبعض الدول العربية كانت سلبية في اليوم الأول لإعلان هذا المشروع مع الأسف، وأعتقد أنه تم تدارك هذا في صيغة القرار، تم توضيح الموقف والخطة من وجهة نظر فلسطينية، لأنه الخطة إذا طلعت عليها بشكل سريع هناك إشارة لحل دولتين وإشارة لعاصمة. لا، هذا خداع كبير، بالتالي كان متطلب لتوضيح فلسطينية وقراءة فلسطينية واضحة. أنا الموقف حتى الموقف العربي لا يستطيع أحد الادعاء بأن هذا المشروع مشروع لحل دولتين، هم هذه مصيدة للفلسطينيين، الدخول إلى هذا المشروع والبدء بالبحث من داخله في أي شيء هو كمن يدخل المصيدة برجله ويبدأ بالبحث عن حلول، وبالتالي نحن من البداية قلنا يجب عدم الدخول أصلا لهذه المصيدة، وبالتالي من يراهن بأنه داخل هذه الصفقة ما يمكن الحديث عنه هو يوهمنا ويضلل شعبه ويضلل نفسه. جميل. ولذلك الموقف الذي دعانا للتفاوض على هذا الأساس رفض تماما، نحن كلنا بوضوح نتفاوض على قاعدة الشرعية الدولية، قاعدة تدخل الأمم المتحدة، على قاعدة مؤتمر دولي حقيقي جدي. صحيح. وليس برعاية منفردة للولايات المتحدة، ولكن أن ندخل في مصيدة ما تسمى صفقة نتنياهو وترامب ونبدأ من داخلها بالبحث، فمعنى هذا انتحار كبير لشعبنا ولحقوق الوطن.